تعالوا نتكلم مع بعض كده في موضوع ندردش فيه بشكل صريح جدا بصراحة. يعني حضرتك من حقك تدخن، من حقي أشرب سجاير، من حقي أشرب شيشة، من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن مش من حق حضرتك تضر اللي قدامك. موضوع التدخين السلبي ده أعتقد أنه العالم كله بقى عارفه دلوقتي، فكرة أنه حد ممكن ما يبقاش بيشرب سجاير خالص، بس من كتر ما هو بيقعد في بيئة محيطة بالدخان الرئة عنده وجهازه التنفسي وكله يعني كأنه بيدخن، بيبقى هو مدخن سلبي. وبالتالي فكرة هنا بقى التدخين اندور واوتدور ده العالم كله بدأ فيها من سنين طويلة. مستحيل مستحيل، مش هنتكلم عن أمريكا وأوروبا، بتكلم على دول عربية شقيقة وصديقة، دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا، هل يجرؤ مواطن أو وافد أو أي حد أي بني آدم انه يكون في مكان اندور داخلي، يعني سواء مول، مصلحه حكوميه، مدينه ملاهي، ايا كان، انه يولع سيجاره؟ مستحيل، لانها لو حصلت هيطبق عليه غرامه، غرامه كبيره كمان، قانون، على طول الشرطه هتروح جياله وتعمل له مخالفه، قانونه بيطبق. وبالتالي هنا في فكره المسؤوليه كمان. الحقيقه المشهد، بس معلش يمكن ده ملوش علاقه قوي باللي انا هقوله دلوقتي او بالتقرير، بس المشهد اللي في منتهى بيمثل لي منتهى الاستفزاز الحقيقة يعني، ولازم نخلص من المشهد ده في مصر، انه حضرتك تدخل على موظف في مكتبه، واعتقد بالذات لو حكومي لانه القطاع الخاص مانع برضو تدخين بشكل كبير، يعني اغلب القطاع الخاص دلوقتي مانع التدخين داخل جوه اندور، تدخل على موظف مكتب حكومي هو ماسك لك السيجارة وقاعد كده وماسك بيشتغل لك، لا يعني بيبقى في استراحات على جنب، حضرتك عايز تشرب سيجاره كل فتره بتقوم تقف على جنب في مكان هوا او دور، مكتب فيه خمس ست موظفين ومواطنين صعب، في حاجات كده صعبه. وبعدين بقى الاكثر استفزازا انك تبقى مستني الاسانسير يفتح باب الاسانسير تدخل تلاقي واحد واقف بسجاره بيشرب سيجاره جوه الاسانسير، حاجه كده تحس انك عايز تاخده على الاسم، والله العظيم ده ما ينفعش تتكلم معاه، ده تاخده كده على الاسم تعمل له محضر. في حاجات لازم نبدا نغيرها، وثقافات لازم نبدا نغيرها. ما بتكلمش هنا على فكره التدخين او لا، كل واحد حر، انا بتكلم على فكره تدخن فين، ويعني لا ضرر ولا ضرار. وزاره الاوقاف اصدرت قرار احترم جدا، منع التدخين في اماكن العمل الرسميه تماما. والحقيقه انه لما عرفنا القرار ده على طول حبينا نسال الناس رايها ايه في القرار ده، وهل عايزين نتخيل كده انه القرار ده المفروض انه باقي الوزارات كمان وباقي الجهات الحكوميه تبدا تعممه ولا لا؟ اول مره انا بقول لحضراتكم، اول مره ننزل نصور تقرير ناخد راي شريحه كبيره من المواطنين في الشارع ما نلاقيش مؤيد ومعارض، نلاقي كله مؤيد، مؤيد لفكره تعميم منع التدخين في الاماكن العمل المغلقه بالذات تحديدا يعني، والوزارات والأماكن الحكومية. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا سارة اللي قدمته لينا عن قرار وزارة الأوقاف بمنع التدخين داخل أماكن العمل. إيه رأي حضرتك في قرار وزارة الأوقاف بمنع التدخين في أماكن العمل الرسمية؟ أوافق طبعا على القرار وأؤيده بكل قوة يعني، ويا ريت يتطبق في كل الوزارات وفي كل الهيئات الحكومية. والله وحضرتك ممتاز جدا، ويا ريت يتنفذ يعني ويبقى خدم من الناس اللي ما بتدخنش، لأن ده في ضرر اللي مش بيدخن بس، ضرر اللي ما بيدخنش كمان. قرار حكيم وقرار سليم من ناحية الصحة ومن ناحية إن التدخين ضار أصلا، حتى اللي ما بيدخنش وبيدخن جنب واحد ما بيدخنش هيتضر. القرار ده كويس، وان هم كمان يعني في ناس ما بتدخنش، انا ذنبهم ايه ان انا اذيهم؟ هو قرار جيد جدا بالنسبه للعاملين وبالنسبه للناس المواطنين اللي جايه تأدي مصلحه جوه المصالح الحكوميه، في ناس بيكون عندها ضيق تنفس، في ناس بيكون عندها مرض، فيجب تستحمل حكايه التدخين دي. بيبقى في اعمار مختلفه وممكن يبقى فينا حد تعبان وكده مقفول، فدوت هيبقى كويس يعني، احسن ما يبقى مطلق الحريه في حد بيقدر في ناس ما بتقدرش كده يعني. حضرتك مع ولا ضد تعميم هذا القرار في الهيئات والوزارات الاخرى؟ لا مع التعميم بصراحه. مع طبعا مع التعميم طبعا حضرتك، لانه ضار بالصحه. اي مصلحه بيكون فيها مواطنين سواء عامه او خاصه لازم يتمنع فيها التدخين تماما. مع تعميم طبعا، ان هو يبقى موجود في كل الوزارات. مش معاه في التعميم طبعا، ان هو يخليها على الشركات كلها. ارى انها خطوه مهمه،
أرى أن التدخين له أماكن خاصة به لا يمكن أبدا، وده المجتمعات الأوروبية والمجتمعات المتحضرة والمتقدمة سواء كانت في الدول العربية في أماكن للتدخين وللمدخنين يتخصهم بها في هذه الأماكن، لكن لا ينبغي أن يكون يعني أنا أجلس في مكتب ويلوث تنفسي أو يلوث سمعي أو يلوث بصري بتدخين، كما أنك لك حق أن تدخن أنا لي حق أن أتنفس هواء طبيعيا نظيفا نقيا بعيدا عن التلوث. فلذلك أعتقد لو الوزارات المعنية جميعها أخذت على عاتقها هذا الأمر قد تنحصر هذه الآفة، وقد نوفر أيضا موارد مالية كثيرة جدا. كم من الذين يعالجون من الربو ويعالجون من صحة الصدر وكل هذه مسألة أعتقد عليها إجماع وليس عليها أحد يشذ منها.